السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شركة أدوب عاملة موقع اسمه أدوب إكسبريس، ده بتلاقي فيه خدمات كتيرة جدا تقدر تستخدمها مجانا، لكن لو أنت عايز إمكانيات أكتر لازم تشترك عندهم. طيب تعال نشوف الخطة اللي هم عاملينها. بيقول لك لو أنت individual and team ممكن تستخدم فري، وتقدر تعمل مثلا 25 صورة بالذكاء الاصطناعي. لو أنت اشتركت بفلوس $10 في الشهر هيبقى ليك 250، وطبعا كل ما لو انت عايز امكانيات اكتر هتلاقي. طيب في تمبليت هيديك 100,000 تمبليت، تمام. هنا هتخش بقى على كل التمبليت هيبقى كله مفتوح معاك. فاللي هو الادوب اكسبريس الفري ده امكانياته محدوده لحد ما، لكن بالنسبه لي كويسه. مثلا هتخزن 5 جيجا، لو انت راجل محترف وعايز اكتر من كده فانت هتخزن 100 جيجا، تمام. هنا اللي بيحتفظ لك بالذاكرة 10 أيام، هنا بتبقى 30 يوم. أنا بالنسبة لي الفري بالنسبة لي كويس، ممكن يكون حد محترف محتاج حاجة أكتر. طيب تعال نشوف إيه الخدمات اللي بيقدمها أدوب إكسبريس. بتلاقي حاجات خاصة بالفيديوهات، تمام. يعني لو قلت له هنا كرييت هيقول لك إن في صور كتيرة موجودة، فيديوهات موجودة، في ممكن تعمل بوستر، ممكن تعمل بنشور، ممكن تعمل دعوة، ممكن تعمل قائمة طعام منيو، ممكن تعمل انفويس فاتورة، ممكن تعمل السي في بتاعك، ممكن تعمل الكيو ار، وكله بيبقى تمبليت جاهز، يعني ما تنزلش فيه جهد كبير. طيب خلينا نشوف السي في كده على مثال. يعني لو قلت له شهادة هيجيب لك كذا نموذج تقدر تختار منه اللي انت عايزه. السي في بيجيب لك حاجة جاهزة وتبدأ انت تغير الكلام وتختار الشكل اللي انت عايزه. بص كل دي اشكال فري 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 فري، تمام. لكن الحاجات الادفانسد هي اللي ممكن تلاقيها بفلوس، تمام. ممكن تعمل بيزنس كارد، تمام. بص هتلاقي حاجات كتيرة جاهزة فري، ما فيش حاجة لغاية دلوقتي ظهرت لنا انها بفلوس، تمام. لكن في يعني في امكانيات اكتر اللي هي بفلوس، ماشي. هنا لو هو شغال في التسويق، ايديت بيديك امكانية ان انت تعمل بعض التعديلات، يعني ممكن تفتح ملف بي دي اف، ممكن تلغي منه حاجات، ممكن تفتح ملف فيديو وتقص منه جزء او تغير السايز بتاعه، ممكن تحول صور لبي دي اف او بي دي اف لصور، دراسة من الملفات بتاعتك. ففي امكانيات كويسة جدا في الكرييت، في الايديت، في الاي اي. تقدر مثلا تحول تكست تو ايمج، تديله تكست يحولك لايمج، تحذف الخلفية، تغير في الفيديوهات. وفي طبعا دروس تعليمية عشان تقدر تتقن الحاجات ديت. فلو رحنا الهوم هنا هتلاقي يغنيك عن مواقع كتيرة جدا، ومن غير ما تدفع فلوس ولا فيزا ولا تعمل اي حاجة خالص. والخدمات بتاعتها احترافيه، دي الشركه اللي عامله الفوتوشوب وعامله الاستريتور وعامله افتر افكت وعامله كل الحاجات ديت. عندك تكست تو ايمج، عندك جنريتيف فيل، ان انت مثلا تمسح جزء معين وتبدا تقول له غير لي مثلا فاكهه بفاكهه تانية او باي حاجه تانية. عندنا في خدمات كتيره جدا موجوده هناك. يعني انا برفع الملفات، واي ملف بترفعه بيبدا يناقشك فيه، يعني الذكاء الاصطناعي شغال في اي ملف انت بترفعه. يعني انا رافع ملف بي دي اف عادي، ماشي، هو اوتوماتيك يبدا بقى يجهز. لو انت عندك سؤال تقدر تساله ويبدا يدور لك على الاجابه في قلب الملف دوت. ده ملف برزنتيشن كنت عامله، فممكن عايزه يلخصه لي، عايزه ياخد لي الكلام من غير الصور، اي حاجه انت عايزها منه يقدر ان هو يعملها لك على طول. هتلاقي هنا اي اي اسيستنت، تدوس عليه يبدا بقى ايه تقدر تسأله وتقدر تطلب منه أي حاجة معينة يعملها لك. فممكن ده المساعد بتاعك. ممكن تزود أكتر من ملف بحيث تسألهم كل مرة واحدة. تقدر ترفع 10 ملفات مثلا خاصة بمادة معينة، مادة الفيزياء الأحياء، وتسأله فيها. طيب في برضو خدمة كويسة جدا، تمام، إن أنت تحول أي شخصية لتعمل أفلام كرتون من خلاله. يعني انت ممكن تنشئ انت شخصية او تختار شخصية من اللي عنده وتبدأ انت تتكلم، والشخصية دي يعني شخصية كرتونية انت مش تظهر. انا اختار مثلا ديت، تمام. مثلا انا اختار الشخصية دي. عندك شخصيات كتيرة وتقدر تختار الكاركتر، تقدر تختار الباك جراوند اللي موجودة زي ما انت عايز. يعني لو اخترت قطة مش هينفع مع الفضاء، يعني تقدر تختار القطة بقى اي خلفية انت عايزها. وممكن تعمله انهانس، التحسين للغة، تقدر تسجل
لمدة دقيقتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا عمر سليم. تمام، معاك لحد دقيقتين بس عشان الشرح. هبدأ أحسن لك الصوت بحيث لو في أي ضوضاء أو أي حاجة يحذفها لك، وبعد كده هخلي الشخصية دي تتحرك بنفس الكلام اللي انت قلته، يعني يفتح بقه وجسمه كله يتحرك بنفس الكلام اللي انت اخترته، بيعمل مزامنة لحركة الشفايف. فبيقولك ان انت تقدر تعمله داونلود، خلاص عمل لها مزامنة، تقدر تفتحه على دوكس بريس وتشوف الامكانيات بتاعته. طيب خلينا نشوف كده. طيب ممكن تفتح على ادوب اكسبريس وتبدأ بقى، لو انت عندك اي تعديلات عايز تعملها تقدر تمكن منها. فانت كده ممكن تعمل افلام وتخليها تخلي شخصية هي اللي تتكلم بدالك، مش انت لازم انت اللي تتكلم، ممكن صوتك او باي برنامج تاني بتقدر تدخل الصوت، ممكن تدخل تكست ويحولك لصوت، وخلاص هي الشخصية دي هي اللي هتتحرك وهي الناس هتشوفها، يعني تقدر تعمل فيديوهات من غير ما تظهر بوجهك. تمام كده، تقدر حتى يكون عندك ملف صوت تروح سحبه وتحطه هنا، يعني لو عندك اي ملف صوت تقدر تعمل له ابلود وتسحب الملف هنا وتبدأ تدوس اد اوديو، فيقولك انت ارفع من هنا او انا عندي حاجة جاهزة هي مثلا، تبدأ تسحبها. تمام، بس لازم بقى نعمل له مزامنة تانية عشان ايه الكلام يمشي مع الصوت. ان شاء الله يعجبكم وتعملوا فيديوهات مفيدة ان شاء الله.